السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبه نستعين. إن شاء الله سأحاول في حلقة اليوم، والتي ستكون أول حلقة في الطريق إلى كندا، أن أبسط لكم أمر الهجرة وأن أكون بسيطا على قدر الإمكان. أولا وقبل كل شيء، وكي يصلك كل جديد باستمرار، لا تنسى الضغط على زر إعجاب أو متابعة، وكذلك لا تنسى أن تعمل سبسكرايب على قناتنا في اليوتيوب، أو أن تتابعني شخصيا على الإنستغرام. أولا وقبل كل شيء، يجب أن تعلم أن كل ما سأخبرك به هو صادر من الموقع الحكومي الكندي، والذي ستشاهده مدونا أسفل الصفحة، وأن كل من يعتقد أن هذا كذبا ما عليه إلا أن يتأكد بنفسه بالدخول إلى الموقع. فكل مصادرنا هي ستكون إليكم، ولا نريد أن نخبئ أي شيء من مصادرنا، وهمنا الوحيد هو أن نساعدكم. قبل أي كل شيء، يجب أن تعلم أن اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو أي لغة كان، أنا أتكلم على اللغة التي ستكون في بلاد المهجر التي أنت تخطط للذهاب إليه، يجب أن تركز على اللغة أولا قبل أن تقوم بأي شيء. قبل أن أخبرك كيف ستتم أو كيف يمكنك أن تأتي لكندا، يجب أن تركز على اللغة العربية، أسمح على اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، يجب أن تتعلمها. ستقول لي صعب، سأقول لك الصعب ليس بمستحيل. إن أردت شيئا بقوة ووفرت له الوقت اللازم، فأعدك أنك ستتقن اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، لا يهم الوقت. فكمثال، إن تحفظ 5 كلمات، اسمع جيدا، إن تحفظ 5 كلمات في اليوم، إنها المجموع في السنة 1825 كلمة. فهذا الكم من الكلمات سيجعلك تتقن اللغة الإنجليزية أو الفرنسية ببراعة، فاللغة الإنجليزية جد أسهل من اللغة الفرنسية. كذلك ركز على الأغاني الإنجليزية واحفظ كلماتها، ستساعدك في حفظ كم هائل من الكلمات. وكذلك شاهد الكثير من الأفلام الإنجليزية أو الفرنسية حسب لغة البلد التي أنت تود الذهاب إليه، فمعرفة كيفية تركيب الكلمات وتنمي الأسلوب الصحيح للنطق بالكلمات، فالأفلام الإنجليزية تعلمك كيفية النطق الصحيح للكلمات. لذا ركزوا على الأغاني الإنجليزية أو الفرنسية، وكذلك ركزوا على الأفلام الإنجليزية أو كذلك الفرنسية. وقبل الانتقال إلى الحديث عن مختلف طرق الهجرة، يجب أولا أن تفتح حسابا على الموقع الحكومي الكندي، لكي يخول لنا تسهيل عملية دفع الملف عبر الإنترنت، وكذلك اتباع حالة الملف. لذا أولا وقبل كل شيء، يجب أن ندخل على هذا الموقع أسفل، ومن هنا تابعوني في هذا الفيديو الذي هو بصددكم الآن. أولا كنمشيو للبراوزر، كنكتبو www.cec.gc.ca، كليكو على انتر انتري. مهم بالنسبة للناس اللي كيبغيو اللغة الفرنسية يمكن يمشيو الفرنسي، والناس اللي كيفضلوا اللغة الإنجليزية يمشيو للإنجليش. أنا غادي نمشي للإنجليش، ولكن غادي إن شاء الله نترجم لكم نقطة بنقطة باللغة العربية. شو الإنجليش منتم كنمشيو My application. آية كاينة تحت service, services and information، كاينة تحتها my application. كندخلو لتماك،
من بعد كنمشيو سيرفيسز اند انفورميشن، كنجي نكليكو هنايا على ساين ان اور كرييت ان اكونت. دخلوا تما هنا كنزلوا لتحت، غادي نلقاو جوج ديال الخانات. الخانه الاولى continue to sign in in partner. هنا بالنسبه للناس اللي عايشين في كندا يقدروا يكونيكتيو الحساب ديالهم مع اي حسابات بنكيه، ار بي سي بنك ولا سكوتشي بنك ولا اي تي دي ولا سي اي بي سي. حنايا بالنسبه حنا كندا ولا المغرب ولا اي دوله عربيه، حيت كاين بزاف ديال الدول العربيه اللي كي اللي متابعيننا هنايا وكنرحب بهم، كناس من السودان، من تونس، من ليبيا، من الجزائر، من موريتانيا، وحتى من مصر وتونس، إلا نسيت تونس. المهم أهم خانة اللي بغينا حنايا هي continue to GCK. هنا كندخل لهاد الخانة هادي. من بعد هنا بنساينين بالنسبه للناس اللي سبق ليهم تسجلوا في هذا الموقع. حنايا غادي نمشيو لساينين، وهذا اصلا علاش غادي نكريت اكونت هنايا، علاش غادي نحلوا حساب في هذا الموقع، حساب في هذا الموقع باش نتبعوا الحاله ديال الدوسي ديالنا في اي حاله، ولا كانت شي كومونيكاسيون مع مكتب الهجرة الكندية، يعني غادي يتصلوا بك في ذاك الموقع. حنايا مازال ما سجلناش في الموقع، يعني الخانة اللي كتهمنا دابا هي ساين اب. شو ساين اب؟ يو اندرستاند جست سام بعض القوانين، حنا ما غاديش نضيع الوقت، ما بغيناش الفيديو ياخذ حيز كبير بزاف، باش ندخلوا ديريكت من الموضوع. غادي نمشيو اكسبت. هنايا كتحدد اليوزر نيم ديالك، اليوزر نيم او اسم المستخدم. غادي نحط انايا الاسم ديالي، ندير يوسف، ومن بعد نشوف واش تقبل، ندير كونتيني. ما تقبلش يمكن بزاف، قال لك على الاقل يكون من 8 حتى 16 حرف، وانا كتبت جوج اربعة ستة سبعة حروف، يعني خاصني انا غادي نكتب اسم ديالي كول يوسف ماتيش، ندير كونتيني. اش قال لي؟ the username you have selected is not available. قال لي بان هذا الاسم ديجا مخن، نقدر نكون انا تسجلت واحد النهار وما تذكرتش. ندير نقلبهم، ندير ماتيش يوسف. اوكي هذه تقبلات، ومن هنايا غادي نحاول ندير باسورد، يعني حاولوا تديروا شي رقم سري اللي تذكروه. الاغلبيه ديال الناس كيديروا رقم سري يقول لك نسيت، حاول تدير شي رقم سري اللي تذكره. انا غندير رقم سري ديالي انايا، جينا هنا نعاود وفي الخانة الثانية تعاود دير نفس الباسورد اللي درتي، نفس الكلمات السر اللي درتي في الخانة الأولى ديرها في الثانية. الأساس من هذا التكرار هو بأنك إلا فتيت درتي شي غلط من الأول تقدر تصلحه ويقول لك أنه راه درتي غلط، باش تأكد بأنك دير رقم سري صحيح وتبقى عاقل عليه. ومن بعد كنديرو كونتيني. اوكي هذا ما قبلش ليا الباسورد، ما قبلش ليا كلمه السر. غادي دابا نعرفوا علاش. ايرور 1 يو كريت يور باسورد ماست كونتين ات ليست وان ابر كيس ليتر. قال لي على الاقل واحد من الحروف اللي درت يكون كابيتال، يكون حرف كبير. فور يور بروتكشن يو كريت باسورد هاز بين كليرد. اوكي فور يور بروتكشن، يعني خصني ندير على الاقل حرف كبير، ومن بعد ندير دي مانيسكول.
اوكي ندير حرف كبير ومن بعد حرف صغار ونزيد عليهم رقم. اوكي هاد الباسورد داز من هنايا غادي نحاولوا نعمروا هاد الخانات. Create your recovery questions, answers and hates. Your recovery questions, answer and hates are used to help you if you forget your password. Please complete the request field below to continue to sign up process. هادو هو مجرد اسئله اسئله انت كتختار السؤال اللي باغي وتدير الجواب اللي باغي، ماشي ضروري يكون جواب صحيح. مهم هاد الاسئله والاجوبه كيعاونوك في حاله الا نسيتي كلمه السر ديالك، وما كيعطيوك باش يتاكدوا بانك الشخص اللي كيتوفر على هاد الحساب وماشي شي واحد اللي بغى يهاكي ليك الاكونت ديالك ولا شي حاجه. يعني هاد الاسئله هما تيكونوا اسئله سريه ما كيعرف الاجوبه ديالهم غير نتايا في حاله الى نسيتي كلمه السر ديالك. نشوفوا السؤال الاول، نختار اي سؤال. What was my first pet name؟ تقدر تختار اي سؤال ومن بعد دير اي جواب، واخا يكون جواب لا علاقة له بالسؤال. ندير انا اوكي نكتب امينة في السؤال الاول. ميموربل بيرسون زعما شي واحد اللي كتذكرو ديما. نكتب انايا ندير الوالد ديالي. ميموريبل بيرسون شي شخص اخر اللي كتذكرو بزاف. كتب ما عزيزة اختي. دير شي لحظات اللي كتبقى عاقل عليها مزيان، شي لحظات اللي عمرك ما غادي تنساها. تكون كيما بعد تكون البيرثدي ديالك، من الاحسن ما ديرش العيد ميلاد ديالك، يوم الميلاد ديالك، دير شي اي يوم اخر اللي كتذكرو مزيان. ندير انايا النهار فاش جيت كندا. شي اوكي نكتب انايا كتب فيها كندا حيت هو اول يوم كنت جيت فيه لكندا. من بعد ندير كونتينيو، ولكن هاد الاسئله تاكدوا بانكم ما تنساوهمش، لحقاش الا لا قدر الله نسيتي الباسورد ديالك باش يتاكدوا بانك هو الشخص اللي كيتوفر على الحساب غادي يعطيوك هاد الاسئله وانت خصك تجاوب عليهم بصحيحه نفس الاجوبه اللي درتي دابا، خصك تحطهم في حاله الى نسيتي الباسورد ديالك. من بعد صافي يو هاف سكسسفلي كرييت كرينا الحساب ديالنا، صافي حصلنا على حساب في موقع الدوله الكنديه للهجره او الدوله الكنديه ككل، كاع الخدمات كاين في هذا الموقع. من بعد نديرو كونتينيو فقط. دابا حاليا تحصلنا على حساب في هذا الموقع. من بعد نديرو كونتينيو ندخلو للحساب ديالنا باي ابليكيشن، نديرو ساين ان. اوكي ساين ان، نديرو كونتينيو تو جي سي كي باش ندخلو لهذا الحساب. I accept. هنا كيسولني على given name الاسم ديالي، اكتب يوسف. Last name اكتب ماتيش. الايميل اكتب ايميل.
ومن بعد بريفير لانجويج، اشنا هي اللغه اللي كتحب تكونتاكت بها، انجلش ولا فرنش؟ انا غندير انجلش، بديرو فرنش ديرو فرنش، هذاك في حسب اختياركم. من بعد نديرو كونتينيو. هنا من بعد الأسئلة دير السؤال الأول، اكتب my name، جواب يوسف. كدير السؤال وحاول تذكره ودير الجواب ديالو. قال لك هذا you will need to answer one of the security question each time. Each time you access your account you will have two tries to answer the question. اوكي، هاد الأسئلة اللي كنعمر فيهم دابا هو في اي وقت، في اي وقت غادي ندخلوا لهذا الموقع غادي يعطينا واحد السؤال، واحد السؤال من هذه الاسئله اللي غادي توضع نتايا، وضروري خصك تجاوب عليه. الا درتي جوج خطرات وجاوبتي غلط الكونت يقدر يتقفل، ويقدر يدوموندي لك سيكوريتي كويشنز اخرى وبزاف ديال الامور باش يعاود يتحل لك لا كونت ديالك. المهم غنديروا اسئله ونحاولوا نديروا اجوبه ديالهم، نحاولوا نعقلوا لهم. كتب انايا بحال مثلا اسم عائلي ديالي ماي فاميلي نيم، نكتب ماي فاميلي نيم جواب. السؤال الثالث اشنو هي الرياضه اللي كنفضل، وات سبورتس اي لايك، سبور اي لايك، سوري ميستيك هير، اكتب باسكتبول. السؤال الرابع نكتب فين تزاديت، ونكتب فيه مراكش، ومن بعد نديرو كونتينيو. كاين شي غلط سيكوريتي، اوكي نشوف شنو الغلط اللي درناه. Provide the necessary information below to continue. Error description. The question you have input is invalid. هاد الأسئلة اللي حطينا هنايا قال لك سيدي غير مقبولين. Your question must contain at least 10 characters. قال لك السؤال على الأقل يكونوا فيه 10 ديال الحروف وأكثر. يعني هنا كاين شي حروف، كاين شي my name is my friend call me. اوكي نزيدو بعض الحروف، نخلي نفس الاسئله نزيد نكثر بعض الحروف باش يقبلوا. نشوف دابا اش غيكون. اوكي زاد غير هو قال لك على الاقل في السؤال يكون فايت 10 ديال الحروف. هنا لابليكاسيون، هنا غادي نبدا كونتينيو ابليكيشن، فيو ذا ابليكيشن از يو سبميت. هنا الحاله ديال الدوسي اللي عمرتي. هنا مازال حنا ما عمرنا حتى شي حاجه، يعني مازال ما عندنا حتى شي حاجه اللي نراقبوها، يعني كملنا دابا كملنا التسجيل في الموقع، وان شاء الله دابا غادي ندوزوا للكيفيه باش نعمروا الدوسي من خلال هذا الموقع.